وعن أخبار أسواق المال الأمريكية ينضم إلينا من نيويورك مراسل فرانس 24 أحمد فتحي. أحمد، هل كان وضع أسواق المال الأمريكية أفضل من الأوروبية؟ اليوم الداو جونز أغلق بارتفاع 67 نقطة، ولكنه بالأمس خسر أكثر من 250 نقطة، فهي يعني ليست لم يعود خسائره، ولكنه أغلق على نتيجة إيجابية، وتعد هذه الزيادة حوالي 0.5%، وهو أغلق عند مستوى 12641. الناسداك ربما كان أفضل حالا، وهو كان يعتبر الكاسب الوحيد في البورصات الأمريكية، وأغلق اليوم بزيادة 33 نقطة عند مستوى 2892 بنسبة ارتفاع 1.17%. الاس ام بي 500 أغلق أيضا على ارتفاع بعشر نقاط، وأغلق عند مستوى 1635 نقطة بنسبة ارتفاع حوالي 3.4%. أما بالنسبة للذهب فقد ارتفع 7 دولارات في تعاملات اليوم، وأغلق عند مستوى 1572 دولار للأوقية، ولكنه أقل من مستوى 1600 دولار الذي كان عليه قبل ذلك. البترول في بعد ساعات التعامل يتم تداوله الآن بسعر 80 دولار، وهو اكتسب حوالي 2 دولار منذ إغلاق الأمس بنسبة ارتفاع 2.55%. بالنسبة للأسهم وحركة الأسهم، على الرغم من إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيض تقييم البنوك العالمية، فإن الأسهم البنوك الأمريكية قد ارتفعت، من ضمنها جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا وسيتي بانك. ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى أن موديز لم تأخذ في الحسبان التحسن في ميزانيات البنوك وازدياد نسبة السيولة مرتين إلى 3 مرات عما كانت عليه قبل الأزمة، ولكن هذا التخفيض سيقوم برفع تكلفة الإقراض للبنوك التي تعتمد في تمويلها على الأسواق المالية وليس من قاعدة المودعين لديها. شكرا لك أحمد فتحي، كنت معنا من بورصة نيويورك.